لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق وصارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم، اهلا بكم في المحاضرة السادسة من صناعة أفلام الكرتون. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، هنشرح المرة دي بس تعبيرات العين، بحيث ان احنا كده خلال الدرسين دول شملنا كل حاجة عن العين، تمام؟ طبعا عشان كتذكرة لكم، المرة اللي فاتت احنا عرفنا رسم شكل العين الأساسي أو الطبيعي، اللي هو بيكون أول حاجة الحاجب اللي فوق زي ما قلنا، اللي تحت، وهنا بنعمل الدائرة ديت زي ما قلنا متبقاش مكتملة من فوق، تبقى مكتملة من تحت بس، تمام؟ حاجة بالشكل ده. وجوه بنعمل هنا أول حاجة القزحية، جوه القزحية طبعا منرسمش اتنين العين، لأن ده هنا مش صورة. بنرسم النن بس، أقصد ما بنرسمش الخطوط اللي حوالين النن، اللي هي بتبدأ تبع التفاصيل أكتر، اللي هي تبع يعني العين الحقيقية مش العين اللي هي الكرتون، فعشان كده ما بنرسمهاش هنا. حاجة زي كده، ويفضل إن احنا نخليها مقفولة، تمام؟ وآخر حاجة قلنا بنرسم الريفليكشن او الانعكاس، وده بيكون على القزحية هنا، ممكن يكون واحد او اكتر. ومننساش برضه ممكن نعمل رمش او اتنين او تلاتة، تمام؟ فده شكل أساس العين. وبالتلوين هنبدأ طبعا اللون الأسود للكوز ده، هنا ده ممكن نديله تدرج أو نديله لون رصاصي الجزء ده رمادي يعني. طبعا الانعكاس قلنا بنسيبه لون ابيض، يعتبر الشكل الاساسي. وطبعا الخطوط ديت بعد كده لو انت بتشتغل على الاستريتور ممكن تبدا ده سونك عرضها شويه. وفي النهاية ممكن نعمل برضو الحاجب، نفرض إنها عين شمال، اليمين هيكون زيها، ده الشكل الطبيعي، تمام؟ لكن لو إحنا حابين نعمل تعبيرات مختلفة للعين، نفرض مثلا عندنا عين حزينة. تبدأ انك انت اول حاجة هترسم الجزء اللي فوق زي ما هو، حاجة زي كده. الجزء اللي تحت مش هتخليه بعيد او كده زي ما كان، والتقوس بدل ما هو تحت كده هتخليه لفوق، تمام؟ بدل ما هو بعيد برضه هتقربه شوية كمان، تمام؟ بعد كده هترسم برضه الدايرة بتاعت القزحية، مش هتخليها دايرة كاملة من تحت، تمام؟ نخليها مقطوعة زي فوق بالظبط، يعني نرسم حاجة زي كده، نكملها كده، تمام؟ الأيرس أو البؤبؤ نخليه
مكتمل. هنا طبعا بنعمل الانعكاس بتاعنا. اهم حاجه في العين الحزينه ان يكون فيها اكتر من انعكاس. يعني ممكن تعمل واحد هنا واحد هنا. طبعا انعكاس مش هيبقى ليه سمك ده، بس ممكن نخليه صفر عادي، لكن نديله بس لون ابيض بحيث يوضح عندنا. تمام، انا اي عكس بيبقى لونه ابيض. هنا ده هيكون رصاص زي ما قلنا، ده وده، وممكن بقى الشيب بيلدر هنا تختار الشكل اللي انت عايزه. انت مضطر انك انت تقفل الشكل بتاعك، تمام، انك انت توصل لنقطة بعضها، تمام، عشان تقدر تعمل الموضوع ده. فانا هاخد الاوبجكت ده كله وبص بعدين اوبشن كده بقى ده جزء كله على بعضه الحاجة ديت. ممكن نوصل الاتنين دولت، خط ده خط ده خط اللي فوق اللي تحت، بحيث يبقى عندنا كده دايرة كاملة من لون جوي. لو جينا نعمل الشيب بيلدر طب خلينا الأول نلون الجزء ده. زي ما قلت الانعكاس مبقاش فيه سمك في القاعدة. هنا طبعا متنساش الرموش والحاجب. الحاجب برضو بيكون فيه ميزة في العين الحسنة ان هو بيبقى عم واخد الشكل ده تقريبا. تمام، فرضنا العين اليمين ماشي بقى هيبقى واخد الشكل عكس. لكن بالنسبة لتلوين الجزء ده خلينا نشوف كده الطريقة. لو قلنا مثلا يفضل ان الشغل بتاعك يكون مكسر في القاعدة، وانا عملنا جوين يبقى احنا هنا محتاجين الأول نحط خلينا نعمل زوم، نحط النقطة ديت فوق الخط اللي فوق ده بالظبط. تمام، بس كان النقطة ديت تخليها فوق الخط شغلنا مظبوط كده، مش نقدر بعد كده نعمل جيم ميقاسش بشكل. دلوقتي لو جينا هنا هنا ده ده شيفت على الشمال كمان ونقول لك بس ده كله كمان. مش تعرف الشكل ده عشان مش متصل ببعض، يبقى احنا هنا مضطرين ان احنا نعمل جنب، لكن عدل اي الحاجة التانية موجودة عندنا. احنا هنعمل هنا الشكل ده كله هنخليه باللون الرصاصي. تمام، بعد كده الشكل اللي جوه ده هنرجعه بالأسود تاني. يبقى عندنا الأخطاء اللي تحت ديت، ده طبعا المفروض إن هو انعكاس الجزء ده.
وعشان تتجنب الموضوع ده خلينا نشتغل بموضوع الطبقات أحسن، تمام؟ خلي كل جزء من الحاجات دي طبقة لوحده، بحيث ميحصلش عندك مشاكل زي كده، تمام؟ أو ممكن تخلي الأشكال بتاعتك دايما مقفولة، دايما مفتوحة كده، خليها مقفولة، يعني ترسم مثلا نص دايرة اقفلها دايما، لكن يعني تعمل أوبجكت بس تقول جوين، تمام؟ وتختار نقطتين تقعد فيها هنا وتقول افرج كده. بس احنا هنا عملنا جوين الشكل، فانا هعرف الطريقة التانية ممكن تشتغل بيها، تمام؟ جينا خدنا ده كده حطيناه وخلينا نبدأ نشتغل بالطبقات. في اللير الأولانية هعمل كود طبق جزء اللي فوق، والتراك هيبقى هنا، واللي تحتيه هيبقى برضه مقوس كده، تمام؟ ممكن لو حابب ممكن توصل بيه. بس لما توصل ما بينهم يبقى تخليها توصل للنهاية كده، ونيجي نقطع بزرع. تمام، هيبدأ الطبقة الأولانية عندنا، هنعمل طبقة جديدة كنترول شيفت هنا أو ممكن هنا الزرار ده، هنحط فيها الجزء اللي بعد كده، ده مبقاش مكتمل من تحت أو من فوق، تمام؟ ده هيبقى في طبقة لوحده. طبقة جديدة هحط كذا حاجة، بعدين آخر طبقة هحط فيها الانعكاس بتاعنا، أول واحد هنا، ممكن نعمل واحد كمان في الجزء ده. تمام، بعد كده فوق يبقى جبنا هذا الشكل ده والقرموش. نيجي هنا طبقة انعكاس، طبعا ممكن تسمي أي طبقة من طبقة زي ما انت عايز. في النهاية بعد ما تظبط الشكل بتاعك ممكن تعملهم جوين وتخليهم في طبقة لوحدهم واحدة ثانية، تمام؟ فهنيجي هنا ده هنديله طبعا لون أسمر، بعدين الطبقة بتاعة الانعكاس هي تقريبا دي، هندي انعكاس اللون الأبيض، وهنشيل السمك بتاع الخط نفس الكلام. الطبقة اللي فيها جزء ده هنديله لون رصاصي، ممكن نعمل هنا جون بقى، لون رصاصي. طب شكله عايز تضيف نقطة جديدة هنا، ممكن تضيف برضه، لكن تختار الاتنين دولت، ممكن نخفي بقية الأشكال عشان ده واضح عندها. اختار الاتنين دولت، بعدين ممكن نجيب أداة. الفكرة أنت ممكن ترسم الأداة دي برضه، تشغل الماوس
هتظبط مكان ديت. تمام، فاحنا جينا خدنا الشكل ده كله على بعضه. ممكن ناخد اللايرز ديت ندمجها تاني. ناخد الشكل ده كله على بعضه، نيجي نقول له ان ده كله جروب واحد. تمام، بحيث ان تحدد حاجة، تحدد ده كله جروب، او ممكن تحددهم كلهم. وهتيجي هنا في اداة اسمها اداة الانعكاس، هي تقريبا ديت او تحت ديت، وهنعمل انعكاس للشكل بتاعنا. صح، هنعمل انعكاس. ممكن تضغط خلينا ناخد كوبي الأول، كوبي بيست نسخة جديدة هي اللي نعملها انعكاس. تمام، أو في زرار بيخليك تنسخ على طول وتنعكس في نفس الوقت، بس أنا مش خاص بالإلستريتور أوي. انت بتعلم برنامج هتلاقي فيه حاجة هتساعدك. طبعا العلم مبتبقاش قريبة من بعض أو كده، فخلينا نصغرهم. صغر الاتنين مع بعض، بعدين هناخد ديت نضيف الكلام مثلا حاجة زي كده، أو ممكن نعرضها شوية. فده عندك شكل عين الحزينة. تمام، زي ما انت ملاحظ أهم الميزات اللي فيها إن ممكن تبقى عندك كذا انعكاس. نسمي النوع الانعكاس ده، مش واضح. خلينا كلهم جروب واحدة. ندخل تاني جوه جروب، وبعدين نختار ديت نديها لون أبيض. تمام، نخرج من جروب ديت تاني نفس الكلام. زي ما انت ملاحظ بيبقى فيها أكثر انعكاس. تاني حاجة إن الجزء اللي تحت بيبقى مقوس. تمام، الرموش هنا مش مظبطها أوي، لكن أنت ممكن تظبطها براحتك عن طريق إنك أنت تختار واحد واحد منهم وتبدأ تلعب فينا في خصائص الخط. ممكن تخلي بدايته كبيرة ونهايته صغيرة. تمام، بالعكس. وتطول شوية، أو ممكن تختار له فرشة تبقى أحسن من الشكل ده. في فرش كتيرة عندي كنت محملها وخاصة بالرسم بالذات. أنا لو جيت هنا هلاقي فرش تشبه الشغل القلم الرصاص اللي أنت بتعمله بالظبط. لو أنت راسم بالقلم الرصاص هيوفر عليك. ممكن فرشة زي دي، تمام. فأنت ممكن تظبط الرموش براحتك، ومنك فهمك دلوقتي بس ازاي ترسم الملامح أو التعبيرات بتاعت العين. تمام، فقلت لك العين الحزينة أول حاجة بتعمل التقوس اللي تحت ده. عندك كذا انعكاس، الحاجب بيبقى الشكل ده تقريبا. تمام، ممكن تبعده شوية حاجة، ممكن تبعد تطلعها فوق شوية. خد بالك إن ده بيبقى مختفي ورا الجبن. تمام، مش ميبقاش مكتمل زي شكل العين الطبيعي. ده بالنسبة للعين الحزينة. خلينا نشوف دلوقتي لو هي متفاجئة مثلا، لو هتعمل عين متفاجئة تعملها ازاي.
هنا أهم ميزة فيها إنك بتخلي البؤبؤ أو القزحية واخدة جزء من العين، مش واخدة العين، مش كلها ظهر في العين، يعني مش حواري. خلينا نعمل يعني خط فوق، احنا عارف اتعودنا عليه، وخط لتحت. هنا طبعا كنت متعود بتعملها لحد النهاية هنا، صح؟ لا، احنا هنا عايزين نعملها جزء بس من العين كده، بحيث يبقى فيه فراغ تحت هنا، تبان أكن العين مفتوحة زيادة عن اللازم، تمام؟ طبعا الحاجات دي ممكن تلاحظها بنفسك، تبدأ ترسم حاجة قريبة منها. شوف دي بقى تبقى الجيف من تحت بيوصل لحد فين مثلا، أو يبقى مكان ازاي وانت بتعمل حاجة معينة، الشكل القزحي بيبقى عامل ازاي كده، تمام؟ ممكن تبالغ في الحاجة، مفيش مشكلة طالما ده كرتون. هنا ترسم، ممكن ترسم بس انعكاس واحد كفاية، تمام؟ فده شكل عين لو هترسمها متفاجئة، وتعمل نفس الخطوات. لو انت هترسمها خايفة، يعني خايفة تعمل ايه؟ برضه نفس الكلام، تمام؟ بس هنا بقى مش هتخلي فيه فراغ فوق وتحت، يعني هتبقى كأنها مفتوحة زيادة عن اللازم، تمام؟ بسبب الخوف، وهتخلي حجم القزحية نفسه صغير. تمام، وممكن تعمل انعكاس واحد برضه، شكل كيف ما يبقاش كبير. طيب خلينا نشوف، لو هي مثلا سعيدة، لا ببساطة ممكن تعملها مغمضة بالشكل ده، تمام، فوق الجفنة واحدة زي الناحية التانية، بس ممكن تعرض الخطوط دي شوية دلوقتي، بحيث تبقى أنا الرموش مغمضة، تمام؟ فده تعبير برضه عن السعادة. طيب الغضب، هو غضبان، لو هو غضبان ممكن تعمله بالشكل ده، أهم حاجة بتميز غضب هو شكل الحاجب. أهم حاجة وأنت تعمل العين الغاضبة هو الحواجب، بس هي اللي بتعبر أكتر حاجة. لكن متنساش برضو، يعني إحنا دايما بنرسم الجبن بالشكل ده، هنا حاول إنك أنت تخليه مايل لجوه كده، تمام، الجبن اللي فوق، اللي تحت عادي، وضع القزحية برضو عادي، تمام، كذلك هنا انعكاس واحد كفاية. لكن الحاجة بقى حاول تخليه واخد شكل، يعني طالع من تحت واخد مجرى عالي كده، ده بيبين أكتر إن هو غاضب، تمام. وممكن ما ينفعش الخط ده أو كده، يعني الخط ده ممكن شوية. وده تعبير عن العين الغضب، تمام. يبقى أهم حاجة بتميزه هو الحاجب ده والانحناء ده لجوه، تمام. لو عايز تعملها بقى مثلا ملانة أو تشعر مثلا بالزهق، ممكن هتلاقي القزحية معظمها داخل جوه الجفن اللي فوق، تمام، يعني كأنها بتبص بالعافية يعني، تمام، كده واخد الشكل ده، تمام. وهنا مسافة، سيب مسافة شوية برضو عشان توضح إن ديت مرتفعة زيادة عن اللازم، تمام، مش وضعها الطبيعي للقزحية ديت، ده سيب مسافة قبل ما تعمل الجفن اللي تحت، خلي فيه فراغ كده. أنا كده أعمل تمام،
الفكرة إن دي داخلة جوه الجبنة كده بيبان أكنه ملل. طب لو أنا مثلا خجل، الخجل طبعا بيبينه أكتر باللون الأحمر اللي موجود على الخدود، لكن إحنا في العين نفسها ممكن تعمل حاجة زي كده، بتبقى مختفية، بس هنا بدل ما مختفية ورا الجبن اللي فوق مختفية ورا الجبن اللي تحت، تمام؟ ده بيبقى خجل. هتيجي هنا خلي جزء كبير مختفي تحت، بس برضه العين تبقى واسعة، يعني في خجل دايما بيبقى فوق كبير كده واسع، تمام؟ فلازم تملى الجزء ده كله، متسيبش فراغ، لكن فكرة إنك أنت بتخلي مظهرك مختفي تحت يعني، وكيف الرم الحاجة بعده، تمام؟ طبعا في تعابير كتيرة، ديت حاجات اللي هغطيها لك دلوقتي، وأنت لو عايز تبحث أكتر ممكن تدخل على جوجل هنا. تبدأ تدرب نفسك وتشوف ايه اللي ملاحظ ايه فيها، تمام؟ حاول تعرف على قد ما تقدر من تعبير العين، لما انت تتعب نفسك مثلا وتلاحظ في مراية، لا انت هتلاقي حاجات كتير موجودة على النت، حاول بس تعرف المميز في كل تعبير معين من الحاجات اللي هتحتاجها في أثناء شغلك، تمام؟ وفي غلطة معظمكم بيغلطها، لاحظتها المرة اللي فاتت، هحاول أضحكها لكم بعد شوية. لو جيت انا على جوجل كتبت مانجا اي اكسبريشنز، يعني تعبيرات عين شخصيات المانجا، ودخلت على صور، هتلاقي اكسبريشنز كتيرة زي ما انت شايف كده. لو جينا نبص هنا مثلا، ديت الغضب اهو زي ما انت لاحظت، انت ممكن تعمله بكذا ستايل، بس لا المواصفات الأساسية أنا قلت لك عليها، هتلاقي الحاجب دايما مايل كده لجوه، حتى أنا اندمج لك الحاجب من كتر ما هو مايل لجوه اندمج لك مع الجفن اللي فوق، تمام؟ مش عارف الصورة واضحة ولا لأ، بس انت لما تبحث على جوجل هتلاقي كل الحاجات دي واضحة، تمام؟ انت ممكن تبدأ تتعلم منها تعبيرات اكتر وتتدرب على نفسك، تمام؟ ولو حابب تعرف شغل الكمبيوتر ده هيكون افضل، بحيث لو في اخطاء اعرف اقول لك عليها، تمام؟ الخطأ اللي انا لاحظته بقى فيكم هو رسم العين الجانبية، معظمكم بيرسم العين الجانبية زي العين الأمامية، ده غلط طبعا، دي العين الأمامية، تمام؟ لكن الجانبية لو رسمتها بالشكل ده نفس الشكل ده هيقلل من جودة الرسم بتاعك، هيبان في حاجة مش طبيعية. فالعين الجانبية لو ترسمها زي ما انت واخد الشكل ده، ده بيبقى شكل العين بشكل قزحية، بيبقى واخد الشكل ده، تمام؟ لأنك تتخيلها كده كرة، تمام؟ وده جزء بس اللي ظهر منها، من جنب مبقاش ظهر عليه دايرة كده، لأ يبقى كأنه مبطط كده، تمام؟ ده شكل قزحية وده شكل عين، بعد كده الحاجة زي ما قلتلك بترسم زي. تمام؟ هنا ممكن ترسم بعد كده مناخير، بس مفيش مساحة هنا، لكن عموما انت او من تحت شوية كده، وهتعرف على المناخير المرة الجاية ازاي ترسمها، تمام؟ لكن عموما زي ما قلتلك العين الجانبية تبقى واخدة الشكل ده مش زي الأمامية، تمام؟ وهشوفكم المرة الجاية، سلام عليكم.